تعالوا نشوف مارسيل كولر بعد المباراة قال كلام مهم جدا، نشوف ونرجع نكمل كلامنا. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، بدأنا بشكل اكتر من رائع، كنا شرسين جدا، كنا مركزين جدا وعملنا كل حاجة احنا عايزينها في اول 12 دقيقة وجبنا جونين. بعد كده حصل حالة من التراخي وبدأ اللعيبة تتصور ان احنا هنقدر نكمل الماتش كده لوحده، هو كل حاجة تمشي لوحدها وهنكسب كده من غير ما نعمل اي مجهود. بدأ الاتحاد يخش في المباراة، الاتحاد خلق في الشوط الاولاني اكبر عدد من فرص اتخلق علينا في من اي فريق في الدوري من اول الدوري في شوط واحد، فخلقوا فرص كتير جدا لكن حظنا الحلو انها ما جاتش جوان. دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل شديد شويه وقلت لهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نكمل على كده، وان احنا لو لعبنا الشوط الثاني بنفس الطريقه بتاعه الشوط الاولاني دي هيخش فينا جوان اكيد. وطلبتهم بالتركيز والهدوء وديت بعض التعليمات. الشوط الثاني كان احسن شويه لكن انا عذر اللعيبه جدا، بيبقى صعب جدا بعد موسم طويل زي الموسم اللي احنا عملناه، بعد ما بتقدر ان انت تحقق كل اللي احنا حققناه في الموسم ده. لعيبه عملت ماتشات هايله، عملت موسم عظيم جدا، بتوصل لمرحله كلاعب كوره زي اي انسان خلاص بتبقى ذهنيا مش قادر، رجلك بتبقى انها مش قادره تشيلك، مش قادره انها تدي الاوامر، عقلك بينفذها هو مش قادر، تركيزك بيقل، الرغبه بتقل، الحماس بيقل، كل ده طبيعي جدا وانا مقدره جدا. لكن اللعيبه دست على نفسها شوط تاني وحاولت انها تعمل كل حاجه انها تطلع من الموضوع ده بشكل كويس. خبراتنا ساعدتنا كتير، الخبرات اللي عند اللعيبه اللي عندنا قدرت انها تتغلب على الموقف ده وتتغلب على الصعوبه دي وقدرت انها توصل المباراه لبر الامان وان احنا نطلع بالمكسب المهم ده. اعتقد لا، يعني بختلف مع حضرتك في نقطه ان التفكير كان في ماتش الزمالك، الموضوع كان اكتر منه ارهاق وتعب، ارهاق ذهني وبدني كبير جدا. احنا معدين على موسم طويل لفينا فيه تقريبا القاره كلها، كم سفر كبير جدا، اقامات في فنادق، بتبقى بعيد عن اهلك فتره طويله، سفر وتعب وماتشات ضغط، ماتشات كمان مخيف، بنلعب كل 48 ساعه ماتش، فاللعيبه كانت مرهقه جدا لدرجه ان انا قررت ان انا ادي اللعيبه النهارده، قلت لهم انتوا ليكوا يومين اجازه، او ما قلت لهم يومين اجازه لقيت اللعيبه فرحانه اكتر ما فرحت بالثلاث نقط بتوع النهارده. فده بيبين لك قد ايه ان اللعيبه فعلا خلاص بدات تحس بتعب، بدات محتاج تشحن البطاريه بتاعه اللعيبه دي، محتاجين يشوفوا عيلتهم، محتاجين يشوفوا اسرهم اللي ما بيشوفوهمش خالص بقالهم فتره طويله جدا. كل الحاجات دي بتبقى مهمه جدا وبتاثر على لعيب الكوره لانه في الاخر انسان، فاحنا بنحاول ان احنا نشحن البطاريات دلوقتي ونقدر ان احنا نفنش.